استخدمنا رجل ثقة للمواطنين وللمثقفين وبلاتويتنا ترجع تتكلم بصفة احترافية أكثر من أنها تلهينا في تفاهات فارغة وخليت الناس فعلا تتهاك في رسوم البطاطا ورسوم الطماطم ونسيت اللي فما برشا حاجات قاعدة تتاخذ منها أكثر من هذاك اللي هي تكلمنا عليها كل السيادة الوطنية. اليوم مش فقط لا نشتمل للعائلة الديمقراطية كأحزاب، لا نشتمل للمفكرين، للمجتمع المدني، للشباب وللأحزاب الخضراء. ربي وين الأحزاب الخضراء؟ رغم البيئة هي تنمية مستدامة اللي باش تبني فرص ألف سنة قدام. وين إذا كان احنا صرناها اليوم محمية أشكر خرجت معناها من المعادة تاع اليونسكو. وين الأحزاب الخضراء؟ ما نجمش يكون فما استقرار سياسي، ما حاجتش استقرار سياسي، حاجتها بتوازن سياسي، والتوازن السياسي هو باش يعطي استقرار للوطن، مش استقرار سياسي. استقرار سياسي يعني واحد باكا يحكم والناس كلها لاباس وتعاون. بلا ركود راهو. جوستومون. هذا يقولوا لنا فيه في الإعلام، ما نحبوش، نحبوا استقرار، نحبوا استقرار. يعني تقول لي فما أرضية؟ خلينا نقول لك. Yeah, I'm going to get up on the camera.